دور الجماهير، هيقدر يرد ولا ايه؟ نادي الاتحاد اللي سجل 15 هدف في الدوري، هنشوف هيسجل اولى اهدافه في الكاس ولكن عن طريق مين؟ خالد قمر براسيه، لكن يا ولد احمد حمدي بالشو بيشيلها. احمد حمدي اللاعب خالد قمر هداف نادي الاتحاد السكندري، بص العرضيه طلبها وادي لعبها في المرمى كانت رايحه، ويبين مرونته حارس او نور السيد داوودة لازم في كل هجمه. نور يلعب المره دي العرضيه، خالد قمر لو عدت ولكن على طول توصل سهله للحارس احمد حمدي. بتشيب رزاسي سي عايز يعدي رزاق هدف، لكن ناصف غمزه معلم دي، ده احمد حمدي يقدر على الاولى لكن الثانيه صعبه. بص رزاسي سي، بص هنا القوه ظهر، قلت ما ظهر على الشغل الفردي اللي عمله في مباراه الاهلي وسجل ثلاث اجوال. الاتحاد مسك وسيطر وقدم اداء جيد جدا في مباراه النادي الاهلي. النهارده بالجماعيه بتاع نادي الاتحاد مش قادر يعمل، وتبقى هدف بدي فرصة تانية. خالد قمر النهارده احمد حمدي يردها رمزي خالد، المرمى فاضي لكن يمسكها احمد حمدي، تألق من الحارس في هذه اللقطة. دلوقتي الاموال ديديه، ميني ماتش بينه وما بين احمد حمدي، ديديه وحمدي في العارضة. الثقة الزايدة تترد الفوز الحناوي، تسديدة بعيدة، الثقة هنا الزايدة من كوري ديديه، يعني 3-1 وقال لك اركنها بقى بشو كده في المقص، تخبط في العارضة. كوري ديديه معاه يلعب البينية عند فوزي الحناوي، اللاعب جده مش عايز يسجل جده، فوزي الحناوي يعمل